مستمعينا المشاهدين الافاضل كذلك اللي كيتبعونا دائما عبر الصفحات ديالنا ولاد البلاد. الان لحظات قليله غادي يبدا البرنامج مباشر. كنتلاقاو مع مجموعه من الفعاليات اللي كاينه في المملكه المغربيه واللي خلات بزاف ديال الامور في الوطن وجاوا باش يساندوا الفريق الوطني المغربي. الكره هي الاخرى تلعبنا اقليم الجديده والنواحي، ولكن معنا هذا العنصر هذا باش يدير الكره اليوم كيمثل الفريق الوطني المغربي وكيمثل المملكه كامله. اعضاء مسيرين جاو ساندوا الفريق الوطني المغربي وهما كلهم فرح وسرور. حنا في اليوم الثاني بالرغم من ما نقولوش اقصاء ما نقولوش خروج، لم يخرج المغرب بالعكس في هذيك المقابله ديال فرنسا عاد مازال ثبت يعني في قلوب جميع العرب. هنا الساحه ديال واقف هنا في العاصمه القطريه الدوحه يوسف مقترين. اهلا وسهلا، انتم كنتم انا ضاحك مضحك يا يوسف. صلاح الدين هو ضاحك هو صلاح الدين. الحمد لله. الميساج اللي تقول للمغاربه واخا يعني المقابله ديال البارح، شنو الارتسامات والوفد ديالكم ديال الجامعه والناس ديال الدفاع الحسني الجديدي؟ عندنا رساله للمغاربه من المغرب يعني من هذه المعلمه التاريخيه بالدوحه سوق واقف الجميع المغاربه، ان المغرب المنتخب المغربي دار البصمه ديالو وغيبقى حاضر الى حين لقاء الموعد المقبل ديال كاس العالم، لانه ما قام به المغرب يعني منتخب مغربي وحد جميع الدول العربيه افارقه تشجيعات كانت يعني بواحد الشكل تضامني ديال جميع العرب والافارقه والمغاربه اللي حضروا من جميع ربع المملكه وشجعوا المغرب. وهذا الانجاز التاريخي من بعد الانجاز ديال 86 ديال المرور الدور الثاني، هذا الانجاز ديال النصف النهائي كنظن انه انجاز رائع ورائع جدا. والان وصلنا ما بين احسن اربعه منتخبات في العالم ان شاء الله، ومازال عندنا فرصه يوم السبت باش نكونوا ثالث منتخب في العالم، وهذا ليس بالسهل، هذا شيء صعب كبير ووصلوا ليه الرجالات والوالد البلاغي والاولاد ديالو وجميع مكونات المنتخب المغربي. ممكن ان نكون سعيد من هذا المكان، وتنقول للمغاربه حنا ما تقصيناش، حنا بصمنا واحد البصمه اللي غتبقى 36 عام من 86 دزنا 36، دابا باش ما تكررش نتسناو ثاني 36 عام اخرى، اشنو نديرو باش نبقاو محافظين على هذه الرحمه؟ 36 عام غنكونوا حاضرين في الولايات المتحده الامريكيه وغادي نلعبوا كاس العالم مقبله وغادي نكونوا احسن، لان الان المنتخب ولات كتضرب ليه قيمه ولا عنده واحد الوزن. تمشي دابا للبيرو تمشي للشيلي تمشي ما نتكلمش على افريقيا، سير العالم كامل ان شاء الله. ديما شتو هاد الفرحه هادي؟ شتو حتى واحد ما محبط، كلشي ناشط كلشي فرحان، حتى الاشقاء ديالنا العرب كلشي لا زالوا يرددوا لنا ديما مغرب. هاد الساحه هادي ما كتعمر الا بالمغاربه وديما مغرب.